بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. حكينا انه النتورك لاير راح تكون هلا مواضيع الشابترز اللي بعد هيك خلصنا الداتا لينك لاير، بلشنا بالنتورك لاير. اهم شيء فيها الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. حكينا عن الاي بي فيرجن 4 بالفيديو السابق، هلا بدنا نحكي عن الاي بي فيرجن 6. ليش صار في فيرجن 6؟ لانه صار في مجموعه في ليميتيشن باي بي فيرجن 4. اهم هاي الليميتيشنز انه اي بي فيرجن 4 ادرس ديبليشن. شو يعني ديبليشن؟ يعني نفاذ. طول الادرس اي بي فيرجن 4 32 بت، معناته بنقدر نعمل 2 قوة 32 ادرس يونيك. هاي المجموعة الادرسز اللي ممكن نعملها من الاي بي فيرجن 4 بتسمى الادرس سبيس. فالادرس سبيس اصلا 2 قوة 32 تقريبا 4 بليون. عدد الاجهزة اللي شابكة في العالم اكثر من 4 بليون. فعشان هيك بلش الاي بي فيرجن 4 انه رن اوت. هيها وي هاف بيزيكلي رن اوت اوف اي بي فيرجن 4 ادريسنج، فبلش انه ينفذ. عشان هيك راح نروح على اي بي فيرجن 6 اللي طوله 128 بت. الليميتيشن الاخر ديس ادفانتج اللي موجود في الاي بي فيرجن 4 ليك اوف اند تو اند كونكتيفيتي. شو يعني؟ تو ميك اي بي فيرجن 4 سيرفايف ذس لونج برايفت ادريسنج اند نتورك كرييتد. اللي حكيت لك انه 2 قوة 32 بيساوي تقريبا 4 بليون. بجوز انت تحكي طب ما هو عدد الاجهزة اللي شابكة في العالم تقريبا اكثر من 4 بليون، ايش اللي خلى الاي بي فيرجن 4 يعيش هاي المدة؟ صار في مفهوم بالاي بي فيرجن 4 مشان نعطي الادريسز، مشان نعطي اجهزة اكثر انها تشبك، شيء اسمه البرايفت اند بابليك ادريسنج. البرايفت عن طريق النات، ذس اند ended direct the communication with public addressing. Okay, with public addressing. فإيش يعني؟ هذول اللي كاتبهم بعد هاي اللي هون، عملت تسجيل وفصلة النت، فهاي كتبتهم بالأول، هذول زيادة مش عندك. أوكي، اللي بحكي لك ليش كتبت no NAT وهي. أوكي، إيش يعني NAT؟ يعني أنت لما تكون عندك بالبيت خمس أجهزة شابكين، هذول الخمس أجهزة مش ماخذين خمسة اي بي ادرس مختلفين، ماخذين اشي اسمه برايفت، وانت شابك على الببليك بوان ادرس. فانا قدرت اشبك الخمسة ادرسز هذول بوان ببليك. ايش البرايفت؟ طبعا لها قصة النات انه بنحكيها قدام شوي. هاي معناها انه فيش اند تو اند، يعني انا لما بدي اجي ارتبط مع جهازك اللي جوات البيت ما برتبط معه مباشرة، لازم ارتبط من خلال الببليك، والببليك الراوتر اللي عندك هو اللي يوديني على البرايفت. فصار في طريقتين اني اوصل لك، ما فيش اند تو اند كونكتيفيتي. الاي بي فيرجن 4 هاي النقطه اللي فيه زادت الاوفر هيد على الشبكه والكومبلكسيتي، فبطل في الاي بي فيرجن 6 صار في عنده نو نات، بطل عنده نات. برضه الليميتيشن اوف اي بي فيرجن 4 اللي هو الانكريز الكومبلكسيتي. شو يعني كومبلكسيتي؟ التعقيد والاوفر هيد على الشبكه. ليه؟ من ورا النات طبعا. كمان النات عملت لنا واز مينت از تمبوراري سوليوشن اند كرييت، صح هي انشئت كحل انه نزيد عدد الاي بي ادريسز او الاجهزه اللي شابكه على الاي بي فيرجن 4، لكن كرييت ايشوز اون ذا نتورك از ا سايد افكت اوف مانبيوليتنج ذا نتورك هيدرز ادريسنج. فزادت علينا العبء في كسايد افكت، تاثير جانبي في تحسين في النتورك عن طريق انه زاد الهيدر، طول الهيدر، او زاد انه كيف نعمل ادريسنج للبرايفت والببليك. فعشان هيك صار في عندي ليتنسي اند ترابل شوتينج ايشوز. فالنات سببت لي شوي من الديلي وبعض المشاكل اللي موجوده بالاي بي فيرجن 4. فعشان هيك برضه في الاي بي فيرجن 6 بطل في نات، فصار في اقل كومبلكسيتي والليتنسي بطلت موجوده لانه صار في عندي اند تو اند كونكتيفيتي. الاي بي فيرجن 6 هاي براجع لك اياهم انه ايش يعني الاي بي فيرجن 6. اول شيء هو ديفلوبد باي ذا انترنت اورجنايزيشن اللي هي اي اي تي اف، انترنت انجينيرنج تاسك فورس. اي بي فيرجن 6 اوفر كم ذا ليميتيشن اوف اي بي فيرجن 4، هو اجى مشان يحل المشاكل اللي كانت موجودة في الاي بي فيرجن 4، كل المشاكل. اوكي، الامبروفمنت ذات اي بي فيرجن 6 بروفايد، ايش هي الامبروفمنت اللي عملها الاي بي فيرجن 6؟ انكريز الادرس سبيس زي ما حكينا، كان طول الاي بي فيرجن 4 32، فعشان هيك رحنا زدنا
الادرس سبيس صار طوله 128، معناها بقدر اعمل 2 قوة 128 ادرس الادرس سبيس. فتطلع هون الادرس سبيس للاي بي فيرجن 4 وال1 بليون بيساوي 10 قوة 9. اوكي ال1 ديسيليون هي الاي بي فيرجن 4 تقريبا 4 بليون، البليون 10 قوة 9. اوكي معناته 10 قوة 9 في 4. وال1 ديسيليون طلع الديسيليون كم طولها، الديسيليون 10 قوة 36 هو عمل 340 ان ديسيليون، فطلع كم صفر 36 صفر، 36 صفر وضربها في 340. اوكي فاكيد الادرس سبيس ذات امبروف الباكيت هاندلنج لانه الهيدر صار اقل، فيور فيلدز بطل عندي شيء بخص النات البابليك والبرايفت، eliminate the need of NAT هيو بطل في عندي NAT since there is a huge amount of addressing there is no need to use private addressing internally and to be mapped to the shared public address. بطل في عندي NAT، بطل في عندي أحكي والله هذا الأدرس داخل البيت خمس أجهزة شابكين private وبرا على العالم شابكين واحد، لا كلهم لهم IP address وبشوفهم مباشرة. فالإنتو-إنت connectivity صارت موجودة إنه كل IP كل جهاز صار له اي بي مختلف، ما فيش عندي نات، ما فيش عندي برايفت ادريسنج، ما فيش عندي ليتنسي، ما فيش عندي كومبلكسيتي في الاي بي فيرجن 6، الطول زاد بقدر اشبك كل الاجهزه. اوكي فهي كلها تحسنت على الاي بي فيرجن 4 صارت موجوده كلها في الاي بي فيرجن 6. ايش هي الاي بي باكيت هيدرز فيلدز ان اي بي فيرجن 6 باكيت هيدر؟ طلع الاي بي فيرجن 6 هيدر كيف من شو مكون. The IP version 6 header is simplified but not smaller. هو صح صار أبسط لكن مش أقل. The header is fixed to 40 byte or octet long. صار طوله تقريبا 40 بايت. أوكي بينما ال IP version 4 هي بس أنت تطلع الشكل، هاي شكل هاي الفيلدز في الـ IP version 6. أذكرك في الـ IP version 4 الهيدر هاي الـ IP version 4 header طلع الـ number of fields. أوكي تقريبا 20 بايت حكينا إجباري، 40 بايت optional فهي تقريبا 60 بايت. الـ IP version 6 40 بايت أقل في الطول شوي لكن fields أقل عددهم. several IP معناته أقل الـ overhead لأنه أقل التشيك بيكون على fields. several IP version 4 fields were removed to improve the performance هيها معناته في بعض الفيلدز انزادت وهذا منزاد من البيرفورمانس. Some IP version 4 fields were removed to improve the performance. اوكي نفسها اللي هي الفلاجز فراجمنت اوفست والهيدر تشيكسم بس افرجيك اياهم هيهم هون هاي الايدنتيفيكيشن الفلاج والفراجمنت اوفست والهيدر تشيكسم وتقريبا بطلوا موجودين في الاي بي فيرجن 6 فعشان هيك خفت الاوفر هيد. ما في شيء اسمه هيدر تشيكسم ولا ايدنتيفيكيشن ولا flags ولا fragmentation offset. اوكي ما في هذا الاشي. ايش الموجود الفيلدز الموجودة شرح لبعضها. الفيرجن this will be over version 6 as opposed to version 4 4 bit fields نفس الاشي. في عندك فيرجن هيها اذا فيرجن 4 او فيرجن 6 المستخدم بتم تمثيله في 4 bit. traffic class used for quality of service ويمكن شرحنا شو يعني quality of service و different service fields مشان نحدد النوعية السيرفيس. أحيانا إذا كنا بدنا نعطي priority لهذا الباكت أعلى فبنعطي من خلال هذا الفيلد. flow label informs device to handle identical flow labels at the same way 20 bit field هذا بحد طوله 20 bit بيعطي بيحل مشاكل الفلو label لما يكون بنفس الطريقة اللي موجودة في version 4. Payload length اللي حجم الداتا the 16 bit field indicate the length of the data portion or payload بيسموها of the IP version 6 packet. The next header IDS next level protocol اللي هي ICMP TCP UDP etc معناها انه ممكن احيانا احمل داتا او encapsulate الداتا over IP version 6 من layers مختلفة او من protocols مختلفة. ف next header معناها انه ايش الهيدر اللي بعد هيك رح او البروتوكول اللي محمل على الاي بي باكيت.
نفس الشيء اللي هي كانت اسمها في الاي بي فيرجن 4 بروتوكول. هوب ليميت اللي هي تي تي ال هيها ريبليس تي تي ال فيلد فيلد لاير 3 هوب كاونت، انه كم عدد الهوبس اللي لازم ينتقل عليها الباكيت. يعني عاده راوترز اللي هو شرحناها يمكن في الاي بي فيرجن 4 اللي هو تي تي ال الحياه اللي لازم يعيشها الباكيت حسب عدد الهوبس اللي لازم يمر عليها. الهوبس اللي منعتهم اللي هم فيهم لاير 3 زي الراوتر. فالراوتر من لما نحكي مثلا خمسة التي تي ال او الهوب ليميت خمسة، معناته لازم يمر على خمسة راوتر. بعد هيك كل مرة التي تي ال بنقصوها من مقدار واحد حتى تصير زيرو. لما تصير زيرو بيعمل ديسكارد، بطل يعمل ارسال للباكيت. وهي دائما اكيد فيها سورس اي بي فيرجن 6 طبعا ادرس، واي بي فيرجن 6 هون بس في غلطة، اي بي فيرجن 6 هي اللي انتبهت لها، ادرس واي بي فيرجن 6 ادرس سورس اند ديستنيشن اللي هم 128 بت الطول. الهيدر اي بي فيرجن 6 باكيت مي اولسو كونتين اكستنشن هيدرز اللي هي الكاركترستكس لهي الهيدر اللي هي زي الاوبشن بروفايد اوبشنال نتورك لاير انفورميشن اللي هي نفس هاي. هي عباره عن بعد الطول هاي في مجموعه بايتس ممكن تكون اوبشن نفسها اللي في الاي بي فيرجن 4 كانت هون هيها. اوكي ايش الاوبشن ممكن تحمل او الكاركترستكس اوف اوبشن او سموها اكستنشن هيدر بروفايد اوبشنال نتورك لاير انفورميشن. اذا في مجموعه انفورميشن بتخص النتورك لاير بيضيفوها هون، هي اوبشنال مش ضروري تكون موجوده دائما. بليس بتوين اي بي فيرجن 6 هيدر اند ذا بيلود، فعاده بيكون شكله هيك. هاي عبارة عن الهيدر، أو ممكن هيك أعمل لك إياها إنه إيش هاي عبارة عن الهيدر. بعدين في عندك الهيدر اللازم اللي هي لحد السورس والديستنيشن أدرس، بعدين الأوبشن أو الإكستنشن هيدر سماها. أوكي وبعد هيك الداتا أو البيلود. اوكي هاي شكل الهيدر اي بي فيرجن 6. مي بي يوز فور فراجمنتيشن سكيورتي اند موبيليتي سبورت، ممكن اني استخدمه لاي اغراض مشان اعمل تقسيم، مشان اغراض السكيورتي، مشان موبيليتي سبورت، اي شيء زياده ممكن انا احتاجه ممكن اضيفه في الاوبشن فيلد. انلايك اي بي فيرجن 4 راوتر دونت فراجمنت الاي بي فيرجن 6. دائما احنا كنا نحكي او يمكن هاي النقطه ما حكيناها، الاي بي فيرجن 4 ممكن يعمل fragmentation للباكيت إذا كان طوله أكثر من الطول اللي ممكن يحتمله النتورك، لكن في الـ IP version 6 ممنوع يعمل بالراوتر fragmentation. الفراجمنتيشن إذا بده يتم بيتم على الهوست، بينما بالـ IP version 4 ممكن يتم على الهوست وممكن يتم على الراوتر. How a host route؟ هلا كيف من الـ function للـlayer 3 اللي هي الراوتينج. طب كيف بعمل راوتينج للباكيت ومنحدد الطريق اللي لازم تروح فيه الباكيت اللي هي لاير 3؟ فراح نشرح لك بالتفصيل يمكن هون شوي، مش كيف نبني الراوتينج تيبل وانما كيف نعمل راوتينج. هوست فوروردنج ديسيجن، كيف بقرر انه يعمل فورورد للباكيت. باكيتس ار اولويز كرييتد ات ذا سورس، هذا السورس بده يرسل باكيت فانشئت في السورس. Each host device create their own routing table. كل host عنده بيكون routing table. Routing table بتخص طبعا الجيران واللوكال والريموت. بنحكي عنها كمان شوي. لكن لازم يكون عنده الهوست routing table. A host can send packet to the following. ممكن الهوست يرسل لنفسه، ممكن يرسل للوكال، ممكن يرسل لريموت. ريموت يعني خارج الشبكة، معناته طلع برات الراوتر، هذا بسمى ريموت. لوكال يعني داخل الشبكة، هاي كلياتها عبارة عن لوكال اريا نتورك، ممكن يرسل لوكال، ممكن يرسل لنفسه. لما يرسل لنفسه لازم يستخدم هذا الادرس في الاي بي فيرجن 4 127.0.0.1، واذا بده يرسل في الاي بي فيرجن 6 لنفسه لازم يستخدم الادرس اللي هو كلهم اصفار بيكونوا وبعدين واحد، كلهم اصفار بعدين واحد. بعدين بنشوف كيف النوتيشن الاي بي فيرجن 6 انه شو معناها. هي معناها كلهم اصفار اوكي واخر شيء بيكون واحد. فهي المفروض تعرفوا انه هذا عباره عن
يسموه أحيانا loop back أو إنه بده يرسل لنفسه itself. فالاي بي فيرجن 4 بيستخدم هذا الادرس والاي بي فيرجن 6 بيستخدم هذا الادرس. اللوكال هوست في نفس النتورك والريموت هوست خارج النتورك. devices are not on the same LAN. كيف بيقرر؟ The source device determine whether the destination is local or remote. أول شيء بيجي بيحكي أنا بدي أرسل لهوست. هاي الهوست اللي بدي أرسل له هل موجود في شبكتي أو خارج شبكتي؟ أوكي؟ الاي بي فيرجن 4 ميثود اوف ديتيرمينيشن كيف بيحدد انه هو في شبكته او خارج شبكته. سورس يوز اتس اون اي بي ادرس اند سبنت ماسك along with the destination اي بي ادرس. السورس دائما بيستخدم مشان يحدد الشبكه اللي هو بينتمي لها لازم يستخدم الاي بي ادرس والسبنت ماسك، هذول كثير مهمين مشان يحدد الشبكه اللي هو بينتمي لها. اي بي فيرجن 6 سورس يوزز ذا نتورك ادرس اند ذا بريفكس، هو بيستخدم النتورك ادرس والبريفكس advertised by the local router. بيستخدم البريفكس اسمه اللي هي تقريبا السلاش نحكي لك عنها اوكي والنتورك ادرس. فلازم انا بالاخر اطلع النتورك ادرس، بهمني النتورك ادرس. اللوكال ترافيك is dumped out the host interface to be handled by intermediary device. فعاده اللوكال ترافيك لازم تعامل أو تلجأ أو تخرج من الهوست انترفيس مشان تروح على الانترميديري ديفايس اللي هون وتحاول إنها تروح على المكان اللوكالي. ريموت ترافيك is forwarded directly to default gateway. فاللوكال بتطلع من الانترفيس وبتروح بتدور على إذا في زي سويتش زي هون وبتروح مشان نشوف وين بتنتمي. لكن إذا كان في ريموت لازم نروح على إشي بيسموه ديفولت جيتوي. الديفولت جيتوي هو عبارة عن الراوتر اللي من خلاله أنا بدي أطلع من هاي الشبكة، بس هيك افهمها. فلهاي الشبكة الديفولت جيتوي هاي اللينك أوكي. فأنا لما بدي أجي أبعث من هاي الجهاز لبرا لازم أطلع من هاي اللي هو رح يكون واحد إيش يعني اللي هو رح يكون 192.168.10.1. هاي الادرس لهاي اللينك، فلازم يطلع من هون. هاي اسمها ديفولت جيت واي اون ذا لان اوكي. فلازم اكون اعرف هذا الادرس مشان اقدر ابعث له وهو يبعث للي برا. فالديفولت جيت واي راوتر اور لاير 3 سويتش كان بي ديفولت جيت واي. اي جيت واي هو لازم يكون في عنده لاير 3، سواء كان سويتش لازم يكون عنده لاير 3 سويتش او عباره عن راوتر فيه لاير 3 اوريدي. هذا عباره عن الجيت واي، عباره عن اللينك اللي حتطلعني او الديفايس اللي حيطلعني برا. فيتشر اوف ديفولت جيت واي ايش لازم يكون فيه الموجود فيه هذا الجيت واي؟ بسموه دي جي دبليو. It must have an IP address in the same range of the rest of the LAN. طبعا هي لما انا حكيت لك الاي بي ادرس له 1 جيت اخذتها من هون، هي الاي بي النتورك ادرس لهي اللان 192.168.10.0 فهو بينتمي لها، هو بينتمي لإلها 192.168.10.1. فهاي واحد واقع ضمن نفس النتورك ادرس للنتورك اللي هو موجود فيها. It can accept data from LAN and is applicable for forwarding traffic of the LAN. هو لازم يكون عنده القدرة انه يستقبل هاي الباكيت، بعد هيك يحدد الطريق ويرد يعمل له ايش فورورد، يبعثه للمكان الصح حتى يطلع من اللان. It can route other network. طبعا لازم يكون عنده القدرة يبعث من هاي اللان، يبعث من هاي اللان، شو في عنده لانز متصلة اوكي المفروض يقدر يبعث لها. اعمل لك هيك يمكن اوكي. هاي برضو شابك اكثر من نتورك اوكي. فلازم يحدد انه لازم يطلع من هون الباكت او لازم يطلع من هون، فلازم يكون عنده القدرة تراوت هذا الباكت في المكان الصح على الراوت الصح الباث الصح. If a device has no default gateway or bad default gateway its traffic will not be able to leave the LAN. طبعا اذا الديفايس ما عنده الديفولت gateway او عنده الديفولت gateway خطا فهو راح يرسل لاشي خطا او مش حيقدر يرسل الديفولت gateway، معناته مش راح يقدر يطلع من اللان اللي هو موجود فيها. A host route to the default gateway. كيف بدنا الهوست يرسل على الديفولت gateway؟ The host will know the default gateway either statically or through DHCP in the IP version 4.
اللي هو لازم يكون عنده مشان يرسل للديفولت جيت واي لازم يكون عنده الماك ادرس. اوكي هاي الديفولت جيت واي، فلازم يحصله يا اما الادمنستريتر بيروح بيدخله اوكي استاتيكالي، فهي معناها انه مسؤوليه الادمنستريتر يدخله، او بنحصل عليه دايناميكلي اللي هو عن طريق الدي اتش سي بي. دائما الدي اتش سي بي يجيب لك الاي بي فيرجن 4 او بيعطي اي بي فيرجن 4 لهي اللينك. اي بي فيرجن 6 سند دي جي دبليو ثرو راوتر سوليستيشن اور كان كونفيجرد مانيوالي، فهي ممكن كونفيجرد مانيوالي اللي هي ستاتيكلي اللي سماها هناك ستاتيك، طريقه الستاتيك انه الادمنستريتور يدخلها سوري اوكي. او هنا بنجيب اي الاي بي لهي اللينك عن طريق الدي اتش سي بي، او في الاي بي فيرجن 4 او في الاي بي فيرجن 6 اللي هي عن طريق الراوتر سوليسيتيشن اسمها اوكي. الراوتر سوليسيتيشن اللي هي موجوده عن طريق البروتوكول اي سي ام بي. الدي جي دبليو از ستاتيك راوت which will be a last resort route in the routing table. هو عباره عن اخر انتري موجوده في الراوتينج تيبل، وعباره عن ستاتيك راوت. يعني كيف انا ببعث لها اوكي، كيف ببعث لهاي الجيت واي بيكون موجود في الراوتينج تيبل از از انتري وفي الاخر. All device on the LAN will need a DGW of the router if they intend to send the traffic remotely. طبعا كل الديفايسز اللي موجودين على اللان اذا حابين يرسلوا من لبرا هاي النتورك لازم يكون عندهم العنوان للجيت واي، هذا العنوان للجيت واي لازم يكون عندهم. الهوست راوتينج تيبل كيف بيكون شكلها؟ اون ويندوز، هلا انت بالويندوز راوت راوت برنت اور نت ستيت ماينس ار تو ديسبلاي ذا بي سي راوتينج تيبل، فممكن انك تظهر الراوتينج تيبل عادي. اعمل سي ام دي هلا وانا بحكي معك، اعمل سي ام دي مشان تظهر عندك الكوماند برومت. اعمل نت ستات ماينس ار، يمكن انا مش عامل شير سكرين بس ممكن انت تعملها ماينس ار. بيعطيك ثلاث اشياء بهاي الكوماند، 3 سيكشنز ديسبلايد باي ذيس تو كوماندز اللي هو الانترفيس ليست اول بوتنشال انترفيس اند ماك ادريسز الاي بي راوتينج تيبل الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. فانت افتحها هاي الويندو اوكي وشوف شو بيعطيك. هاي بيعطيك نت ستيت ماينس ار، هاي نعملها اول شيء الانترفيس ليست، اعطاك الماك ادرس لكل الانترفيسز اللي موجودين عندك، واي فاي دايركت فيرتشوال مجموعه الانترفيسز اللي عندي، بعدين الماك ادرس لكل انترفيس على هاي الديفايس، بعدين الراوتينج تيبل للاي بي فيرجن 4، وبعدين الاي بي فيرجن 6 راوت تيبل هيهم اوكي. فاذا بدك هاي بعمل شير سكرين اوري لك اياها لما ناخذ مراجعه لهاي لهاي التشابتر. طيب الراوتينج كيف بده يتم اوكي؟ خليني اعمل لك اياها بفيديو منفصل اوكي. خليني اعمل ستوب ريكوردينج وبعمل لك اياها بفيديو منفصل عشان صار طوله تقريبا 25 دقيقة عشان اقدر احمله. يعطيكم العافية وبالتوفيق.